بخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم صباحه على المليويات ديال صباح العيد ان شاء الله. غنشارك معكم البنات اليوم ملاوي تيجيو زويونين بزاف. بالنسبه للعجين درت قد الكميه ديال الفينو قد الكميه الفورس. الكميه اللي درتو ديال الفينو ديروا قدها ديال الفورس. بحال دابا انا زلافه فينو زلافه فورس، معلقه صغيره ديال خميره الخبز، شويه الملحه، ومعلقه صغيره ديال السنيده. العجينه خاصها تكون مدلوكه مزيان 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 مزيان. عندكم العجانه خليوها تبقى تخبط فيها، ما عندكمش العجانه خدموها يعني بيديكم مزيان. صافي وشكلوها هكا كويرات، خليهم يرتاحوا واحد شويه وغادي نبداو نطلقوا دابا في العجينه ديالنا. شوفوا بالنسبه للزبده والزيت، الزيت راه كبيتو هنا، والزبده درتها غير طريفات هكا ما ذوبتهاش. وهذه راه ماشي فينو، هذا راه السميده الرقيقه ديال الحرشه باش نديروا الحرشه نورمالمون. دونك من بعد ما حليت المليويه ديالي غادي ندير ليها هاد الزبده بحال هكا والزيت، وغادي ندير السميده الرقيقه لداخل، وغادي نتنيها بهذه الطريقه. تنتمنى انه يكون يعني باين ليكم بحال هكا. نحاولوا نتنيوها بحال انبوده. نعاودو نديرو شويه ديال الخليط ديال الزبده والزيت هنا، وشويه ديال هاد السميده الرقيقه حتى هي بالوسط بهذه الطريقه، وغادي نتنيها بحال الشكل ديال حركه. وهاد الطرف هذا غادي نخشيه لتحت حركه البنات. من بعد ما تنيتها غادي نغمسها كامله في هذه السميده بحال هكا، وغادي نحطها حتى نكملهم كاملين. نعاود معكم وحيده، نعاودوا على الوحيده. خا تقولوا لي واه الفيديو طويل، تطولي في الفيديو تبقاي دوي بزاف. المهم انا دابا داويه مع الناس اللي باغيين يشوفوا هادشي. المهم نحلو عاوتاني وحيده بحال هكا. شفتوا العجينه راها مطلوقه ومدلوكه، والكويرات راه درتهم غير صغيورين. غندهنوها بالزبده، نديرو شويه ديال السميده، نتنيوها هكا. نعاودو نديرو الزبيده والزيت هنا، شويه ديال السميده، ونتنيوها نخشيو هادي من التحت، نفندوها السميده الرقيقه كامله، ونحطوهم. من بعد ما غنصايبهم كاملين البنات غادي نخليهم يرتاحوا، نغطي عليهم فيلم اليمونتير ونخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه، عاد نبدا نقليهم وانا غنعاود نرجع لكم.
هما الملويات ديالي البنات اخيرا ساليتهم. هاد الملوى بغيت نقول لكم البنات راح تيجي بحال ستيل بطبوط مع حرشه مع مسمن مخلطه الدعوه. يعني ملي تكونوا تاكلوا تتحسوا براسكم هذاك تيكون رطيب بحال بحال تاكلوا بطبيطه او ميم طون طبط الحرشه طبط المسمن. يعني ما عرفتش كيفاش نفسر لكم، ما فريمون تيجي رطيب وزويون، تيجي رطيب. شوفوا كيفاش تيجي، تيجي رطيب وزوين. وملي تيبغي هذا الستيل ديال الملوي اللي تيجي بحال هكا بحال بطيبطات او ميم طون فيه السميده بحال الحرشه، راه هادو هما المقادير. غير هو نسيت في المقادير ما قلتش لكم نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. هذه نسيت ما قلتش لكم، يلا تفكرتها وانا تنطيب المسمن قلت حتى نرجع معاكم ونقولها لكم. من بعد البنات خرجت انا وهشام للسوق، دينا معنا حتى الدراري لان ديجا خصني نخرج نمشي لبلايص اخرين. غير هو تشهينا اليوم طويجين ديال القوق بالجلبانه، وصراحه ما كان عندي لا قوق لا جلبانه. قلت له هشام اول حاجه بعدا ندوزو للسوق ناخذو القوق وناخذو الجلبانه تتكون منقيه. الجلبانه صراحه لقيتها منقيه ولكن القوق لا. دوك السيدات اللي تيكونوا جالسين تما حدهم تنقاو تيبان ليا غير الخرشوف، دونك اضطرينا اننا نشريو القوق من عند الخضار وعاد عطيتهم مايا نقاوه ليا. دونك هنا الجلبانه لقيناهم تيبيعوها هكا بهذه الطريقه. عاد هنايا مشينا عند السيده اللي تنقيهم وخلينا ليها الساشي نقات لينا ابخي. جيبي الحامضه عطيتي لهم الخضره غزاله وكلشي جديد والله العظيم عرفتي. ولقيت البنات الفرومبواز شحال وانا تنقلب عليه. يلا تنرد الطويجين كيف شفتوا الصباح شريت القوق تمشهيه في الطاجين. هو اللي غادي ندير ان شاء الله. نديروه بطيطة القوق الجلبانة وشوية الزويتينات. وهشام قال لك ضروري ديري مطيشة مقطعة من الفوق دواور. دي انا مولفة نديرها مع البصلة، تنشلضها مع البصلة. هو قال لك لا باغيها دواور فوق هادشي. واخا سيدي انا نقادو الشكية ديال الطاجين بحال هكا. من بعد نضيفو الجليبينات ديالنا. مطيشة من بعد غنزيد شوية ديال التبزيرة شوية البزار ومليحه من الفوق ونغطي عليه نخليه يطيب على المهل. هنا البنات غندير واحد السلطه الفروي اسماعيل شي عصر ليا الليمون. هنا غادي نقطع لي فروي ندير بوار، غندير التفاح والبوار والبنان. هادو هما اللي لقيت عندي صراحه. الفريز ما شريتوش كاع هاد العام ديجا انا تيضرني ما عنديش معاه بزاف وما شريتوش كاع. يعني بقيت غير في التفاح البنان كيوي ميرتي صافي هادشي اللي فرومبواز هكا بوعويد ولا المونك لافوكا هادشي اللي تنطحن في العصير.
شي حاجه اخرى ما شريتهاش، ما شريتش يعني الفريز هاد العام كاع. ناس اليوم ضرها راسها بزاف، ملي جينا من الزنقة دخلت نعسات صراحة. أنا ضرني راسي اليوم، حتى أنا ضرني راسي، ولكن حنايا ما عندناش الحق أننا نرتاحو. خاصكي ضروري ديري هادشي ومن بعد سيري ارتاحي. الطاجين ديالي تيبقبق. انا غادي نزيد عليه الزويتينات ونخليه يكمل طياب. غادي يجي مع الاداب قد قد. انا عمر هاد البطاطا هادو اللي كتصاوبت معكم داك النهار نحاول نحلهم كاملين. ندير واحد نص خصة، نص خصة بحال هكا ونديرو عليها. كاشير شوية ديال الطون، غادي ندير مايونيز، الفرماج غابي. هادشي مكان شتو كيفاش تيجيو، تيجيو زويونين وعاطين العين. هما لي ساندويتش واجدين دابا. ودابا وقت الحلويات، الحلا الحلا. كنت غندير اليوم تيراميسو. كان عندي هنايا واحد لومول فحال الشكل ديال لو كوغ، هو اللي اختاريت انني ندير فيه التيراميسو ديالي. غندير انا واحد كبير، ما غنديرش تيراميسو انديفيديوال، يعني كنا غنقطعو طريفات من هذا وصافي. خديت لا فورم ديال لو كوغ، وكان عندي هذاك هذيك الكرتونه التحتانيه ديال لي غاطو، قلت هي اللي غادي نستعمل. صافي البنات، بديت تنهز هاد لي باطوني هادو سكري، تنديرهم في الحليب، حليب بارد، قطعتهم بعدا على النص باش يجوني قد العلو ديال لو مول ديالي، وتنديرهم هكا في الحليب ونحطهم غندورهم على الجنيبات كاملين ديال لو مول غير بشويه. هادشي خاصو الخاطر باش يجيك المنيطر زويون. صافي حتى كملت هنا لومول كامل، وحتى لتحت ديال لومول حتى هو عمرته بهم. المهم تنحاول نقاد ونقطع طريفات على حسب البلاصه اللي خاويه عندي. من بعد درت لاكريم. بالنسبه لاكريم هنا خلطت لاكريم شونتيي مع لاكريم تشيز ديال الراعي، عندي الراعي انايا، وحليب المحلى المكثف نستلي. دونك كلهم خلطتهم مع بعضياتهم، خرجوا لي هاد لاكريم هادي درتها كامله في الوسط. ومن بعد غادي نزين بالمونغ. هو نورمالمون لداخل بحال دابا الا كنتو غديروا الفخيز، ديروا حتى لداخل الطريفات ديال الفخيز ولا لداخل الطريفات ديال المونغ. انا ما درت والو صراحه لداخل، خليتها بحال هكاك ودرت المونغ. صافي دابا غادي نديرو في الثلاجه. بغيت نوريكم دابا ملي خرجتو من الثلاجه الشكل النهائي ديالو. حتى البنات راه جا تيحمق تيحمق، وكما قلت لكم الا زدتو لداخل الطرافي ديال الفخوير غادي يجي حسن.
ولكن من يضر غزال وحتى المذاق ما نعاودش ليكم، غير جربوه بعينيكم مغمضين. صافي البنات عييت، هزيت الرايه البيضاء والله تعييت وحق الله. وديجا قلت لكم جيت وراسي دارني، عادشي اليوم من السوق المحمديه، من المحمديه لاتاكاداو ما نعاودش ليكم. المهم كاع البلايص مشينا البلايص متعدده وكل بلاصه بعيده على الاخرى، وكانت الشمس 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 عينا والله تعينا تعينا. ترى قلت لكم ملي جات وهي راسها داره وهي متكيه الله توقضت. ايوا هادشي ما كان. صراحه مشيت قضيت شحال من حاجه اليوم، خديت شي حاجه بوغ طابله ديال الصالون، واحد الفوال، واحد الفوال غنديرو فوق طابله الصالون ان شاء الله نهار العيد. المهم تتشوفوا ان شاء الله نهار العيد. خديت دي بلاطو هكا صغيورين فاش ندير لي كاطو، شريت لي بلاطو قبل لي كاطو المهم باش نوجدو نحطو هذا الحلوى فيهم. هادشي ما كان، تقدينا شي حوايج كانوا خاصيني للثلاجه صافي. ولكن فريمون كانت الشمس وعينا اليوم راسي ضرني، ولا ما عرفت حنا عينا صراحه والله العظيم. انا هزيت الرايه البيضاء صافي صافي والله تهزيت الرايه البيضاء عينا. ايوا هادشي ما كان البنات، هذا هو الفلوق ديالنا ديال اليوم، تنتمنى انه يكون عجبكم. ما تنساونيش من لايكات زوينين ديالكم، واللي مازال ما اشتركتش معايا في القناه سير اختي اشتركي وفعلي داك الجرس باش دائما يوصلك الجديد. تنقول لكم السلام عليكم، فلوق اخر ان شاء الله.